اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناه ام كي ريفيوز. طبعا انا كنت اتكلمت معاكم عن موبايل من شركه ريلمي الاسبوع اللي فات اسمه ريلمي جي تي نيو 2، قلت لكم ان احتمال الموبايل ده يجي مصر، ولكن بقى بعد ما عملت الفيديو اكتشفت ان الاحتمال كبير ان مش دي النسخه اللي تيجي مصر، في نسخه ثانيه اسمها ريلمي جي تي ماستر اديشن هي دي اللي هتيجي مصر. فعايز اقول لك من الاخر كده ان مازال برضو الموبايل بيقدم صفقه ممتازه جدا، لان النسخه الماستر ما بتفرقش كتير عن الجي تي نيو، مفيش غير تضحيه في نقطه المعالج، بدل ما المعالج 870 هنا المعالج سناب دراجون 778، يعتبر معالج برضو قوي ممتاز ومش وحش اطلاقا. فدي حاجه تخليك تنتظر وتتحمس وتستنى نسخه الماستر اديشن، لان انا شايف ان هي بتقدم قيمه اكتر بكتير وافضل مقابل السعر من الجي تي نيو 2. طبعا لو عايز تعرف بقى بقيه امكانيات الماستر اديشن خش على الفيديو بتاع الجي تي نيو، هسيبه لك هنا فوق، نفس اللي انا قلته هنا هتلاقيه هنا باختلاف المعالج، بدل ما هو 870 هيبقى سناب دراجون 778، واختلاف كمان نقطه التصميم. وانا بصراحه نقطه التصميم عجباني اكتر في الجي تي ماستر اديشن، تصميم مختلف جديد من الجلد شكله غريب كده. فانا بصراحه متحمس للموبايل ده اكتر لانه بيحافظ على كل حاجه في الجي تي نيو 2، زائد بس التشال المعالج مش هيأثر كتير لان برضو المعالج اللي هنا قوي مش ضعيف. كده نكون وصلنا لريت الفيديو، ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك منك دايما كل جديد، وكالعاده اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.